ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. ده هيكون اول تريلر رياكشن لمسلسل من مسلسلات رمضان، وهو مسلسل موسى. ده مسلسل بتاع محمد رمضان. ده هيكون اول فيديو، قلنا احنا خلاص باذن الله ان شاء الله داخلين على شهر رمضان المبارك، كمان شهرين تقريبا. رمضان في شهر 4 على ما اعتقد، صح؟ شهر 4، نص 4 تقريبا، شهرين فاضل له، شهرين ثلاثة يعني، خلاص احنا رمضان على ابواب حرفيا يعني. فده هيكون اول تريلر رياكشن، هو برضو للأسف هو تيزر مش تريلر. ده هيكون اول تيزر لمسلسل محمد رمضان الجديد، برضو هيبقى اقل ده ولا حاجة، ده حرفيا تيزر صغير جدا. فهيكون تيزر صغير قوي لمسلسل موسى لمحمد رمضان، وده اول حاجة هنعمل لها تريلر رياكشن هنا على هوم سينما في رمضان 2021. انتظروا ان شاء الله باذن الله بعد الحلقه دي حامل قائمه لمسلسلات رمضان، وهشوف هتفرج على ايه ومش هتفرج على ايه. هيبقى مجرد الكلام مبدئي علشان محدش يقول بقى انت سبت المسلسل ده ومش هتتفرج على ده، وانت ازاي وهتشوف ده وازاي مش هتشوف ده، طب انت ايه اللي اخترت ده ليه ومش اخترت. فهتبقى القائمه المبدئيه لمسلسلات رمضان، وهشوف هتفرج على ايه. لو الاسامي شدتني والكاست والكلام ده كله لسه مش عارف حاجة، عشان بس ما حدش يخش يشتم ولا حدش هيعمل اي حاجة، دي لسه هتكون القائمة المبدئية. ما علينا، ده هيكون الفيديو اللي جاي هنتكلم عليه اكتر بالتفصيل. النهاردة هنتكلم على مسلسل موسى، وده اول تريلر هنعمل له رياكشن في بالنسبة لمسلسلات رمضان 2021. كل سنة وانتم طيبين طبعا، بمناسبة مسلسلات رمضان، بمناسبة شهر رمضان المبارك ان شاء الله بإذن الله، خلاص رمضان على الأبواب. مسلسل موسى هو من تأليف تامر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة. إخراج محمد سلامة ده تقريبا اللي كان عمل رحيم، صح؟ ده كان مخرج مسلسل رحيم، المسلسل ما عجبنيش خالص أصلا. معاه في الكاست لسه فريده سيف النصر، ومعاه كمان طارق عماد ومحمد عز وعمر عبد الجليل. نايس. عمر عبد الجليل تقريبا هيكتسح السنه دي سنته تقريبا مسلسلات وافلام، كان طالع برضو في التريلر رياكشن هنعمل بتاع الانس والنمس ده بتاع محمد هنيدي. ومعاه كمان عبير صبري، ما اعرفش اذا كان، انا سمعت برضو طرطيش كلام هيبقى فيه هبه مجدي، مش عارف اذا كان الكلام ده موجود هتبقى حقيقي ولا لا. وسمعت برضو طرطيش كمان كلام ان هيبقى فيه ايمان العاصي، وفي ناس بيقولوا ان هي كانت موجوده وبعد كده مشت من المسلسل، الله اعلم. ده الكاست ليست المبدئي يعني. مش عايز اطول عليكم كتير في الكلام، يلا بينا نشوفوا التيزر الاولاني لمسلسل موسى، اللي هو تقريبا حرفيا 20 ثانيه يعني، مش عارف هنشوف فيه ايه بس ماشي يعني. نشوف الشكل هيبقى عامل ده، هيبقى تقريبا هيبقى سينرجي برضو تقريبا. طبعا ما شفتش التيزر ولا مره لمسلسل موسى لمحمد رمضان. هنشوف مع بعض دلوقتي مسلسل موسى التيزر رياكشن، يلا بينا لاول مره على هوم سينما، يلا بينا نشوف مسلسل موسى. ادخل يا رجال. بصوا، هو التريلر، هو مش تريلر برضو هنتكلم، هو تيزر لمسلسل موسى. هو يعني برضو مش هقدر ادي نسبة ترقب، ما حصلش اي حاجة حرفيا عشان ادي نسبة ترقب، زي بالظبط تريلر رياكشن انا عملته بتاع الانس والنمس ده، ما فيش اي حاجة حرفيا حصلت. ف هو اللي من التيزر اللي احنا شفناه ان هو تقريبا هيبقى في الصعيد وهيحارب الانجليز، يعني كان في عالم الانجليز وبعد كده عملوا كده هيحارب الانجليز يعني. ماشي ماشي ماشي، هنشوف هنتفرج عليه ولا لا، هنشوف بس التريلر الاول لما ينزل. زي ما قلت مفيش نسبه ترقب للمسلسل لحد ما اتفرج على التريلر، لان انا في، على فكره هو مش، ممكن في ناس تيجي تقول لي طب انت عملت له تريلر رياكشن ليه طالما هو تيزر وعارف ان هو صغير؟ على فكره يا جماعه، في افلام انجليش والله العظيم ثلاثه، في افلام انجليش بينزلوا تيزر، بيبقى مش لازم ان هو يديك 3 دقايق عشان يديك التريلر، ما انت ممكن يديك اعلان دقيقه او دقيقه وكام ثانيه وتمام، ومش محتاج تعمل له تريلر، مش محتاج ان انت يعمل له تريلر تاني يعني، انت فاهمين قصدي؟ لكن ده حرفيا ما حصلش اي حاجه، ده حرفيا فتح الباب ووقع العالم وخلاص التيزر خلص.
هتفرج على التريلر الاول لما ينزل، هعمل له تريلر رياكشن وادي نسبه ترقب. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها. ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هيكون على مسلسلات رمضان، القائمه بتاعتنا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.